السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دلوقتي هنتعلم مع بعض ايه هو الستاندرد او ايه هي المعايير المعايير على عكس البوليسيز تعتبر ميد ليفل مستوى متوسط بتوضح المتطلبات اللي انت محتاج تتبعها عشان تتوافق مع السياسات المخطوطه اذا البوليسي بتكون هاي ليفل ما فيهاش تفاصيل ولو انت حابب تعرف التفاصيل بتروح تبص على الستاندرد او تبص على المعايير ده يخلينا نقول ان الستاندردز بتوضح او بتوفر طريقه كميه اقدر على اساسها اقيس كم او الى اي مدى انت متوافق مع السياسات او الى اي مدى انت متوافق مع التستنج، ده قصدنا او انت متوافق مع البوليسي او السياسات عفوا. فده يوضح لنا ازاي او ليه احنا بنقول ان الستاندرد بيؤدي او بيبروفايد البيزس اوف ميجرمنت، ازاي الستاندرد بيؤدي او بيساعدنا ان احنا نقدر نعمل تقييم او نعمل زي حساب كمي او قياس ليه لانه بيوضح لنا المعايير او المتطلبات اللي على اساسها ممكن نقول هل احنا متوافقين ولا لا طبعا في اشكال كتيره جدا من الستاندردز زي ستاندردز اللي ليها علاقه بالقوانين، ستاندردز ممكن يكون ليها علاقه بالمواصفات الفنيه للمنتجات او ستاندردز ممكن يكون ليها علاقه بالحاجات المؤسسيه زي ستاندرد او معيار بيقول مثلا ايه هي الحاجات اللي الواجب ان انا احصل عليها قبل ما الموظف يتعين وايه هي الحاجات اللي لازم تتبع في حاله لو الموظف لسبب من او لاخر عايز يسيب الشركه فايه اللي المفروض يتعامل معاه؟ طبعا التوافق مع الستاندرد او التوافق مع معايير شيء اساسي عشان تقدر ان انت تثبت ان انت بتتوافق مع السياسات طبعا لو جينا نبص على مثال الستاندرد وهنجيب نفس المثال اللي قلناه في البوليسي اللي هو لما قلنا ان الباسورد او كلمه المرور لازم تكون قويه ولازم يتم تغييرها بشكل دوري لو جينا نبص لهذا السياق من منظور الستاندرد هنلاقي ان هنا بوضح بقى التفاصيل اللي بتقول لاي مدى او ايه هي الاساسيات اللي بناء عليها اقدر اقول ان الباسورد بتاعتي قويه طبعا الستاندرد زيه زي البوليسي لازم يتراجع بشكل مستمر ولكن الستاندرد ممكن يكون معدل التغيير جواه اسرع بكتير جدا من البوليسي. احنا البوليسي ممكن نرجعها كل سنه زي ما قلنا هو ده المطلوب البوليسي كل سنه لازم يتم عرضها على الادارات او على الاداره العليا او حد من الاداره العليا عشان يعمل ابروفل او يعمل موافقه عليها. بوليسي بتكون دايما متوافقه مع الاستراتيجيه ولازم نتاكد كل سنه ان هي بتتسق مع استراتيجيه الشركه اما الستاندرد بيوضح المعايير اللي انا لما اعملها هتصق او هتوافق مع البوليسي ولكن النهارده الماكسيموم لينس او الحد الادنى من كلمه المرور لكلمه المرور هو 8 ممكن السنه الجايه تظهر ثغره او يظهر احتياج ان الرقم ده يزيد ممكن مش السنة الجاية ممكن بعد ثلاث شهور فإذا معدل تغيير الستاندرد أو معدل التحديثات اللي ممكن تدخل في المعايير بتكون أسرع بكتير جدا بالبوليسي فممكن نلاقي أن الستاندرد بيحصل عليه تعديلات في مرتين في السنة ولكن البوليسي لانها هاي ليفل ممكن التعديلات دي تقعد مثلا سنتين ثلاثه لحد ما احتاج ان انا اعمل تعديل ثاني على البوليسي. البوليسي لازم يحصل موافقه عليها من الاداره العليا اما الستاندرد فعاده بيتم الموافقه عليها من فريق امن المعلومات او من الفريق المخصوص المنوط ان هو يعمل الستاندرد. طبعا مثال امثله على الستاندرد ممكن يبقى زي حاجه ليها علاقه بالسكيورتي آه... ستاندرد ليه علاقه بالتامين الويندوز واللينكس والديتابيز او ستاندرد ليه علاقه بالخطوات اللي الواجب اتباعها لما بحاول ان انا اخد موافقه على وصول لنظام معين وخلاف ذلك من انواع الستاندردز المختلفه اللي احنا ممكن نتعرف عليها. طبعا زي ما البوليسي مهمه الستاندرد بالنسبه للاوديتور اهم. ليه؟ لان الستاندرد ده بقى هو اللي هيوريني اللو ليفل هو اللي هيوريني الاعدادات اللي المفروض تكون موجوده، فانت مثلا كاتب في البوليسي بتاعتك ان انت المينيموم لينث او الحد الادنى لطول الباسورد هو 8 وجاء الاوديتور يراجع لا كلام غير ده، اذا انت هنا مش متوافق مع الستاندرد. ولما الاوديتور بيلاقي حاجه زي كده بيقول ان انا فحصت نظام الانظمه ولقيت ان النظام ده مش متوافق مع الباسورد ريكوايرمنتس او متطلبات كلمه المرور زي ما هي موضحه في فقره رقم كذا في الستاندرد رقم كذا الاصدار رقم كذا. مهم جدا ان الستاندرد والبوليسي واي وثيقه بتتعمل جوه الشركه لازم يكون ليها فيرجن كنترول ولازم يكون ليها طريقه بتعرف اخر تاريخ للتحديث بتاعها كان امتى وكمان بتقول مين عمل اخر تعديل وكان ايه شكل التعديل اللي كان موجود بس كده ده تعريفنا للستاندرد والبوليسي اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي